يخرب بيتك يخرب بيتك اصطبحنا واصطبح الكل كله. هو في ايه؟ أبداً، ابني والكونترباص مش طايقين بعض، طول النهار يضربوا في بعض زي ما يكونوا مولودين فوق روس بعض. يا بابا ايه انا مرت الكونترباص اصطر نفسك يا ولد. لا مؤاخذة يا مدام، انت عارفة الشباب اليومين دول متحرر عمال اولاد. في ايه؟ يا بابا في ايه؟ حضرتك قلت لك انزل من البلكونة، قلت لي انزل من على السلم، اتمرمطت انا وهو على السلم. يعني هي المسألة مسألة البلكونة؟ يا بابا يلا عندي امتحان، ابوس ايدك. اتفضل. بقول لك ايه؟ نعم. حكاية الولادة دي بلا شهرين بتقيس، ما شفنا لهاش جيبة واحدة. ما انت مش مديني فرصة. طب شيل يا اخويا. لا شيل انت. الحبل جوه؟ ايوه. يلا. ظهري. معلش معلش ظهري. معلش يا بابا عشان تشوف انا بستعمل ايه. معلش ايه؟ ما كان قدامك الالات حلوه على قدك، راح تجيب لي انتريه. معلش 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 ما ترجعه وجيب خمسه سته من الحلوين الصغيرين. يا بابا هو بقسماط، خلصني بقى عندي امتحان. اتفضل يا اخويا ادي البلكونه. دخل يا اخويا الفرقه الموسيقيه بتاعتك. حاسب ما تخبطنيش تاني بظهري. سوري يا بابا سوري سوري. تعال قول لي يا تيمور، اخبار البنت نوال ايه؟ غرقت محروقه. يا ساتر دي باظت خالص. لا بابا ده حلم بحكولك، اسند بس. طيب على مهلك على مهلك، اوعى يقع اوعى يقع. انت حر يعني مش هنروح نقابل امها؟ هي كلمت مامتها وان شاء الله يومين كده بابا. طيب يلا، عايز مني حاجه؟ لا عايز استرقاها مني بقى. طيب انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه معاك دي يا شاي؟ هات 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 يا تيمور، طب مخصومه منك الشهر الجاي. انت يا عم يا فوجة امسكوا الزفت ده. يا خبر ده نسيت الزبونة. أسام يا مبلاوي، يعني هو هيكون جرى له حاجة؟ يا عم اطمن عليا أنا الأول، جرى لي حاجة ولا لأ؟ يلا على مهلك على مهلك على مهلك. أهو الامتحان، يلا بسرعة الامتحان. الاتراني يخرب بيتك. والله العظيم هتموت واحد فينا مرة. اتفضل اطلع. ده فودة فودة، انت مش عارف هبل وعبطه. يلا شريط المزيكا بتاع الامتحان. مزيكا ايه يا يا دوسة؟ شايلة لبس بوسة؟ والله لويتي وكبرتي وبقيت يا عروسة. غني يا ابن المحظوظة، ما انت شايل ورك فرخة وانا شايل حجل على ظهري. يا رب يتخرج اموت بقى. تيمور اتأخرت كده ليه؟ من ابويا اللي شايله على ظهري ده، مرمطني. وحشتني قوي. كنت وحشتني قوي. ايه ده انت النهارده حلو قوي. ميرسي. انا امبارح كنت وحش قوي. ايه ده؟ يا رومانسيه. عندنا امتحان يا معلم، خد جبت لك انبوبه امير. اللي يا امير يا رسول الله. والامير هيلزق النيله بقى. فين تيمور؟ ما اعرفش. فودة فين تيمور؟ Thank you.
فتح يا تيمور؟ مش عارف، انا عيني باظت خلاص، هاكل ازاي يا رب بعد كده؟ يا نهار اسود، مفيش حاجه هتفتحها غير كتر 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 كتر. ايه يا معلم، انت عايز تبوظ عينه؟ هات له موس موس. هات شنيور يا ماشي. الناس دي يا نوال بقى، انا بعت اجيب لك ميه سخنه هتنفع؟ طب ما تجربي يا نوال الاسيتون. ايه كومبليزون؟ مين النا قوم يا قوم بره بقى. انت لازم تفتح يا تيمور. ليه؟ عشان ماما مستنياك انت وباباك بكره. وافقت ان انا اتقدم؟ ايوه. وجايه تقولي لي بعد ما تعميت؟ بعد الشر عليك يا حبيبي، ما تقولش كده، هتقوم تبقى كويس قوي دلوقتي. طب هاتي ايدك. يلا يلا يلا. رايح فين؟ فين؟ تعالى. مبروك يا نوال. الله يبارك فيك. نوال انا هطير انا عشان ايه؟ انت فاجئتيني. عايز استعير؟ انت هتمشي ازاي بعينك دي يا عم؟ شايف بس. يلا يلا بينا بسرعه بسرعه. استاذه نوال مش هنا وقالت لي ما ندخليش حد. تدخليش حد؟ اوعي يا هبله. ما شفتيهوش يا بنتي وعينيه لازقه في بعض وراح واقع على الارض؟ يا حبيبي صعب عليا قوي. او هكلمك تاني. انت ازاي تدخل عليا من غير ما تخبط؟ ما انا قلت هاو. وبعدين انت بنت خالتي. انا غلطانه اني ما قفلتش الباب بالمفتاح، بجد حاجه تقرف. ايه يا نونا مش طايقه مني كلمه ليه؟ مجنونه بقى اعمل ايه؟ ياه نسيتي اللي كان بينا بالسرعه دي؟ هو ايه يا ابني اللي كان بينا؟ فتح قرايه باباك وبابايا وخلاص، الاثنين ماتوا. بس انا عايش وبحب. يا بابا البدله دي يا بابا، دي بدله القصه يا ولد. انا مالي مالها؟ البسها غصب عنك يا بابا، وحشه وقديمه. من دام رايح تخطب تلبس البدله دي يا بابا؟ فهمني بقى يا بابا، بص الجاكيته دي ستايل قديم. انا يا بابا لو فانكي. بص يا بابا السبايك. بص كل الادويه دي ما تلزمنيش، ده ابو امك ما وافقش عليا الا لما بص كده ولقاني لابس الجاكيته دي. ما عشان كده مات مجنون. اخرس تعالى اعدلك كده فتره. استنى نفسي تبقي موجودة النهاردة. طيب وركبر هو رايح اخطب. حشتيني يا زبيدة. انا بموت يا عم هاني يا شاكر. حشتيني يا بابا. ثانية كمان وانا هوحشك. حشتيني يا زبيدة. يا بابا مالك يا بابا؟ معلش. الله يرحمها الله يرحمها يا بابا. هتخنق. انت بتشنقني. طيب خلاص خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر يا رب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيتي يا لوزه. بيتي يا لوزه. ايوه يا ستي. تعالي يا بنت. ايه اللي مرمي على الارض ده؟ دي ميه يا ستي، انا لسه مسحه. انت ايش عرفك انت؟ ميه ايه ده؟ عمل معمول لي. امشي هاتيلي شويه ملح عشان افسده. امشي يا بنت. حاضر حاضر. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. الهي يخرب بيتك يا وليا يا معاطف. تولعي بجاز انت وابنك عاطف، وجوزك ابو عاطف يتشل ان شاء الله علشان ترتاح. يا سيدي يا كبير، جرجرها من على السرير. يا سيدي يا امام، احرمها من دخول الحمام. اه يا ولي دي خرب. هات يا بنت هات يا بنت. يكفينا شر المستخبي والمعمول والمرمي على الارض والمكتوب على الورق. قادر يا كريم. امسك يا بنت واقفلي الباب. حسك عينك الاقي ميه بعد كده مرميه على الباب لحسن مكتب الله. امسك دماغك ده هي واحطها في قلب الميه السخنه المغليه وانتفك زي البطه شعريه شعريه. انت فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ انت هنا يا حمدي. ازيك يا خالد؟ حبيبي ازيك يا روحي؟ عامل ايه؟ وحشتني يا ولا. ايه يا ولا، انا مش قايله لك الف مره ما تقلعش الخرزه الزرقاء من رقبتك؟ اهي النتيجه اهي، رقبتك عماله تختفي تختفي لما دخلت في زورك. مفيش حاجه نافعه يا خالد. ليه مالك يا ولا؟ اسالي نوال يا ماما. بقالي ساعه بفهم حمدي ان وجوده هنا وانا لوحدي ما يصحش. مش راضي يفهم. ابن خالتك وبيسال علينا. هو في حد بعد ابوكي ما مات سال علينا غيره؟ شوف بقى، انا عامله النهارده صينيه مكرونه بالبشاميل انما مقري عليها 7 مرات. المفروض تساليني انا. اسالك انت ليه؟ هو انت غريبه؟ انما هو غلبان يا حبه عيني، عايش لوحده. يا عالم يا عالم من اللي عايش معاه. عن اذنكم علينا بيه. تعالي يا بنت نوال، انا عايزاك في كلمتين. بقول لك ايه يا حمدي يا حبيبي، خش السفره اقعد العب شويه على ما اجي لك. حاضر يا خالتي. ترتي اقعدي حطي في دماغك بقى، مش عشان انا وافقت ان تيمور ده يجي يخطبك تقومي تعاملي ابن خالتك وحش. يا ماما كل ما يشوفني يقولي بحبك وعايزه اتجوزك. وماله، حد يكره يتجوز كم اللحم ده؟ يا بنت ده غني ومقرش، ابو سايب له شيء وشويات العماره دي كلها بتاعته غير محل الذهب. يا ماما انت عايزه تقنعيني بايه؟ انا من سنتين كنت بقول له يا انكل. يلا قومي عشان تاكلي معانا. مش وقت. انت حره ياكل على نفسك بس. يا بابا لو العربيه اشتغلت لوحدها وشك هيبقى كفته. مين اللي هيشغلها وانا بره؟ في ايه؟ يلا في ايه عندنا معاك يا بابا؟ بس اربع عيش. انا اسف انا اسف. انت مش قاسي الزيت ده 60 مرة امبارح؟ امبارح غير النهارده يا بابا. انت هتديها حقنا خلصنا يا ابني. دي مسؤوليه. والعلم حضرتك لما نوصل هنركن العربيه المعفنه دي بعيد عن بيت ام نوال، مش عايز فضايح. السعر من العربيه. روح خد لك تاكسي. أنا مش رايح. انا اسف. اتفضل اتفضل بقى يا بابا. يلا يلا حبيبي. شفتي ده يا خالتي؟
حتة ألماس تمنها 10,600 جنيه هتاكل منك حتة. والله منين كده يا واد؟ ده ألماس. ولو اني ما بحبش ألبس الألماس عشان الحسد باللازم منه، لكن هلبسه بقى والحري صلى. رايحة فين يا نواة؟ رايحة كوافة. في سلامة يا حمدي؟ مفيش. الله يسلمك يا نونا. انت رايك يا خالتي في موضوع الخطوبة ده؟ يا اخويا انا ماليش رأي، الرأي رأي بشندي، لو وافق يبقى انا موافقة، موافقش بقى يبقى كل شيء نصيب. وبشندي دخله ايه في الموضوع ده؟ لا 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 اوعى تخبط، دول اهل الطلع والمستخبي، تروح في 60 داهية. عندك حق، يبقى بشندي هو الحل. ايه يا بابا الطريقة دي يا بابا؟ يا ابني مش رايحين فرح. ايوه بس الطريقه دي بقت بيئه قوي. كل اللي فرح كده مفيش حاجه اسمها بيئه. يا بابا مش لاقي عليا، ام فانكي. انزل يا فانكي خد لك تاكسي اذا كانش عاجبك. طب امشي بسرعه يا بابا، احنا راكبين نمله. الراجل ده رخم قوي يا بابا. سيبك منه سيبك منه. انت لازق فينا ليه يا رزل؟ مشاري واسع. هتلاقي أمك اللي جايبها لك. يا راجل يا حمار، استنى عليا أنا حوريك. أنت رزق ليه يا أخي؟ ماشي لازق فيا ومستعجل، مشاريع واسع قدامك. أنا حمار؟ طيب أقل واجب لما تخش عليا الدخلة دي تبقى 60 حمار كمان. وبعدين عربية المولد اللي أنت راكبها دي مش عاجباك العربية؟ تبقى حمار. بابا حمار وسيء جماعة. بابا مش عاجبك العربية يا شباب. بابا ما كترش بكلامك، تفتحي بس انت ما تغلطش فيه. خليك بعيد. ما كترش بكلامك، خليك بعيد عشان الجاكيت ما تتكرمش. انت لازم تتربى بقى. وريني رخصك يا بابا تتطحن. انا اتهرس لحد ايه؟ ايه انت بتبني لك عليك؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده تيمور 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 يا تيمور. تعالى هنا. لا كان معايا واحد صغير بس تعرف راح فين. كعبيب يا بابا. بابا انت تيمور يا انا للاسم. يا بابا اخبار الخلانوسة ايه؟ من السفرة بس انا اعرف انها في اسكندرية وطنطا. مسافرة برا مصر. اه لو كانت موجودة هي دي اللي هتجيب لنا قرارهم واصلهم وفصلهم. يا رب ناولني شوفتها يا رب. كلنا شغالين بقى امرها. خدي ورش شوية المية على الكراسي اللي هيقعدوا عليها. حاضر. ازيك يا بابا؟ ازيك يا لوزة؟ اه عاملة ايه معاكي لوزة يا ست هاني؟ حلوة يا اخويا زي الفل، ما تتخيرش عنك. ايش برا البيت؟ الله يعلي اصلك كمان وكمان. ماما يا ماما جايه لك يا نوال. ايش 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 برا 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 برا. عايزه ايه؟ مين اللي جاب بشندي ده هنا؟ انت مش عاوزاه يجي في يوم زي ده؟ امال مين اللي هيجيب لي قرارهم ويطمني عليكي؟ نفسك اخطب لك وانا منتصر؟ يا بابا ما تقولش كده، والله ده انا فخور بيك جدا. ده انت استحملت ضربه ما استحملوش 100 راجل. ما تقولش كده جوه. لا انت جوه همشي. ده بيني وبينك بابا. بابا احنا نخش الزباله دي. الزباله انت عارف مدفوع فيها كام؟ ايه ماما انت عايزه تفضحيني؟ خش 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 وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزه. العروسه ماتت يا بابا. اول يوم ده بان من اوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجوده اتفضلوا. انت البولية يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي. اتفضل يا بابا. مساء الخير يا فندم. تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ ما اعرفش، يمكن واحد من قرايبه. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر. الله انت زعلته؟ ايه الاسلوب ده ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ وكمان ما يصحش يسيبه.